لو عقد عليها مجرد عقد، قال له أبوها وأخوها يعني وليها: زوجتك ابنتي فلانة على كتاب الله وسنة رسوله وعلى المهر المسمى بيننا، قال قبلت، هذه صارت زوجة، هذا عقد زواج، وقال قبلت تم الزواج، ما دخل عليها ولا رآها ومات، ترثه؟ ترثه، لأنها زوجة، يعني الزوجة غير المدخول بها أيضا ترث زوجها. طيب،